بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة فيديو بتاعنا ريسايكل لعلبة بلاستيك بتاعت صابون سائل للمواعين. انا جيت قطعت الجزء العلوي بتاعها اهو، شلته، سخنت حرف السكينة وخرمت عشان انا ما عنديش قطر حامي، اللي عنده قطر هينفع. وبعد كده ابتديت اقص الحواف بتاعته، ودي النتيجة بتاعتي. وهاجي على الحرف اعمل اصنفر بشكل ان هو يبقى ناعم ما يعورش. تمام، هاجي انا هداري الدراع بتاعي قطعة من الورق او من اغطيها كده بشكل ده. هعملها بالغرة بالغرة علشان تبقى قوية وتمسك معي. بالشكل ده، وطبعا لما تنشف هتمسك في الجنبين بتاع البلاستيك. هاجي هداري الباقي، عندي التيب بتاعي هعمل من الناحيتين موضوع التيب دوت علشان اكون ضامنة اني لما اجي الزق الشكل من فوق الورق يبقى الجزء ده بتاعي املس. هخلص واوريكم. دخلت المساحة اللي هي غويطة، هبتدي الزق مناديل بحيث ان انا اقوي السطح بتاعي. وأداري كل المساحات اللي هي غويطة. بالشكل ده هغطي كل المساحة وهسيبها تنشف. التقوية دي هتفيدني قوي في ان لما ينشف بالورنيش انا ممكن ادي طبقة غيرة، هتدي متانة معايا بحيث ان العلبة بتاعتي ما تبقاش طرية كده. هخلص بالشكل ده واسيبه ينشف وارجع لكم بعد ما ينشف. وفي خطوة ممكن اقول لكم ان انا هعملها برضو عشان اسيبها تنشف، ان انا بعد ما يخلص بعد ما ينشفوا كده هاخد طبقة معجون سواء بيزحلق عشان الطبقة بتاعتي لسه طرية. فبس بوريكم عشان انا هعمل بره تسكيه، بس بوريكم اللي هعمله. واغطي كل المساحات بتاعتي واسويه واسيبه ينشف وارجع لكم تاني. وممكن قوي بدل المعجون ممكن طبقة
الورق مع جبس. المهم ان انا اداري كل السطح بتاعي واظبطه ويبقى سطح املس وناعم. اوكي هخلص الموضوع ده ونرجع ونشوف هنعمل ايه. خلصت ودهنت المعجون ونشف، وبعد ما دهنت المعجون عملت ورق مناديل، ورق المناديل العادي اللي انا بشيله من ظهر المنديل الكبير، حطيته ولزقته بطبقة ورنيش، وده عشان يحميلي طبقة المعجون ما تتكسرش من على الفازة او من على البلاستيك يعني. وسبته ينشف خالص، اهو بقى قوي ومتين. هاجي ابتدي ازين. انا طبعا يعني شوفوا كده كرمشة المنديل باين شوية اهو مع المعجون. هبتدي اعمل الزينة بتاعتي. طيب انا دلوقتي قلت لكم قبل كده عملت عجينة الورق اللي انا عملتها بفيديو، وعملت تطبيقات منها كتير، تقريبا فيديوهين او ثلاثة حاجة كده. المهم انا بالعجينة دي هشتغل على المولد، هعمل هنا هاخد قطعة. طبعا لازم قبل ما اشتغل بيها اعجن حلوة قوي علشان امسك الجزيئات بتاعتها مع بعض. بعد ما اخدت الجزء بتاعي وبرمته هحطه على هشتغل بالجزء ده. طبعا بعد ما بخلص بضغط جامد عليه عشان ياخد التأثير بتاع العلامة اللي جوه. تمام، الكاميرا بس بتتهز وبعدين اطلعه اهو، شايفين جماله. اخد على جنب وهاجي عليه، هحط هنا ورنيش او لا مش ورنيش طبعا، معجون اسمه ايه ده غيره، هحط غيرها وهلزق العجينة. فأنا هبتدي من هنا ما علينا. المهم بس هقفل بس عشان اظبط ال بالشكل ده. اوكي هظبطه وارجع لكم. وبعدين هعمل بنفس الطريقه وحدات بالمولد ده، وهزين بيه المنطقه كلها، هوزع على حتت وحتت، وبعدين ارجع لكم هلزقه واخلص وارجع لكم. معلش انا بس مش عارفة اوريكو، انا وريتكو قبل كده نفس المولد ده اشتغلت بيه على فيديو كامل، هوريه لكم هحطه لكم في اخر الفيديو. هخلص وارجع لكم اهو بالشكل ده. حطيته على الوضع من فوق. وظبطه بحيث اني يبان هو اللي يبان من فوق.
بالشكل ده اهو تمام. هسيبه ينشف على ما اعمل عن ايد العنب والزق على الفازه كلها. هخلص وارجع لكم. كده الجزء بتاع عنقود العنب طبعا انا مش هسيبه ينشف، انا هلزقه على الباظة على طول ينشف عليها اهو. شايفين طالع جميل ازاي، تفاصيل كلها باينة. هبتدي الزق بقى عشان ياخد الدوران بتاع الفازة اهو كده مثلا. فهياخد التأثير الدوران بتاع الوحدة نفسها، وهعمل كده في كذا جزء معايا عشان اخلص املأ الفازة كلها، وبعدين في النهاية اوريكم النتيجة. كده انا رصيتهم بالشكل ده بشكل زاوية، وعملت اطار من تحت اهو مع الاطار اللي فوق. المساحة الفاضية دي هنزل منها بالدبار كأنه اللي هو الفتل اللي بتبقى موجودة في العنقود نفسه مبرومة كده. فأنا هعمل بالشكل ده، هيدي شكل ظريف للركنة الفاضية. بعمل شريط اللي هو بالغيرة كده وامشي عليه بالدبار وابرم وانا بلزق. الشكل ده كده يعني. هي افكار كده بتيجي والله يعني وقت الشغل، لان المساحة فاضية ما عجبتنيش ومش عايزة ازود تاني عنقيد، فقلت اعمل الحلزونيت. الشكل ده كده طبعا كله ده هينشف بقى، وبعد ما ينشف هبتدي الون. سياخد وقت طبعا عشان ينشف العجينة دي، عشان تخينة شوية فهتاخد وقت في ان هي تنشف. شغلي هيكون في اتجاه واحد، مش عارفه لسه ورا هحط حاجه ولا لا، لما ده ينشف هشوف النتيجه هتكون ازاي. اوكي بس مليت الفراغ، هعمل واحد هنا كمان ويبقى انا كده مليت الفراغ بتاعي. اوكي ينشف بقى وان شاء الله نشوف النتيجه بتاعتنا. يلا باي مؤقتا يعني. كده النتيجة بعد ما الحاجة نشفت والدبار نشف وثبت في مكانه وانا لازقة بالغيرة اهو. طبعا الظهر انا ما عملتش فيه حاجة، الشغل كله من قدام وبس.
هاجي دلوقتي هعمل الدهان بقى، هبتدي ادهن الفازة. كونت لون طوبي كده او كشمير غامق بالشكل ده، بينك شوية احمر مع بني والابيض طبعا، وهبتدي ادهن المنطقة كلها او السطح كله بنفس الدرجة. حلو قوي اللون، مدي موف شوية بالرغم ان انا مش حاطة موف خالص، لكن نتيجة حلوة في اللون، عجباني. ممكن طبعا ندي اي درجة حسب الرغبة، ممكن اسود وبعدين نعتق بذهبي نحاسي باسود بلؤلؤي، دي حسب الرغبة طبعا، وبرضو التزيين حسب الرغبة. المهم ان احنا ازاي نقدر نستفيد بالخامة اللي عندي بدل ما ارميها، اعمل بيها حاجة ازين بيها بشكل ظريف. تمام، يبقى انا كده هخلص الدهان كله واسيبها تنشف، ونرجع نشوف هنعمل ايه في العنائيد والدبار والكلام ده كله. وفي الظهر هعمل هو ملامس، الظهر هعمل فيه ملامس بس هستكفى بيها، مش هضيف حاجة، او احتمال اضيف عنقود عنب لسه مش عارف. المهم ان انا اعمل الوش بتاعي واشوف النتيجة معاكم. دهنتها كلها ونشفت، هبتدي اعمل التزيين بتاعي. انا عملت تجربة على وحدة، هاجي على العنقيد هعمل بالذهبي كده، ممكن ناخد فرشة رفيعة بالشكل ده. ماشي، ده بالنسبة لعنقيد العنب. هاجي هشتغل بالميتاليك الاخضر، لون ميتاليك اخضر من الوان منى سامي، تحفة، شايفين جماله؟ تحفة بجد، الوانها رائعة رائعة. هاخد لحسة صغنونة همشي على الورق الاخضر، ورق العنقود نفسه، بالشكل ده. ممكن برضو بالفرشة للحتت الرفيعة اللي مش هبقى طايلها. الشكل ده شايفين؟ حلو ظريف وحاجة مختلفة عن التقليدي. وهاجي برضو على الدبار، ما الدبار اصلا بيكون اخضر لانه من الزرع، فهحاول ان انا برضو اعمل عليه مسحة خضراء خفيف كده. الشكل ده
فالطريقة دي انا هعمل عليها الاتنين. تمام. طبعا الدبار عشان رفيع قوي فيفضل ان انا بعمله بايديا، بيظبط معايا، هيظبط معايا اكتر من الفرشه عشان هيمشي على العالي بتاعه، لكن الفرشه ممكن قوي تمسك لي الجزء التحتاني اللي انا مش عايزه اوصل. ايه رأيكم في الفكرة بقى؟ هي فكرة بسيطة تاخد بس مجهود شوية عشان خطوات كتير، ولكن الخامة بسيطة ممكن يعني ممكن الفكرة دي نفسها ننفذها على فازة من الإزاز، مش لازم ريسايكل. لو احنا عندنا فازة قديمة وحابين نغير شكلها ممكن نعيد تدويرها هي نفسها، مش لازم بحاجة بلاستيك من عندنا وهكذا. فن إعادة التدوير ده فن بجد حلو قوي، بيدي أفكار، وجماله في انك تعملي حاجة مش موجودة مع حد تاني، صعب تلاقيها لان القطعة من فكرك انتي ومن طريقتك انتي، وبتبقى صعب قوي التقليد حتى كمان. تمام كده، انا كده خلاص تقريبا هبتدي بقى امسح على كل البارز في القطعة بتاعتي. ودهنت العلبة من جوه كمان عشان برضو لما تقف واقفه كده ما يبقاش من جوه باين البلاستيك ابيض. هاجي من ورا شايفين التأثيرات اللي معمولة في الظهر. كده تقريبا تقريبا خلاص. ايه
ايه رأيكم بقى فكرة النهاردة؟ عملنا فازة من لا شيء، من لا شيء فعلا. الجيركن ده احنا بنرميه بعد ما بنخلص الصابون اللي جواه بيترمي. طب ليه ما نستفيدش بيه بشكل جمالي بالشكل ده؟ شايفين الميتاليك حلو قوي ازاي؟ هحطها كده بشكل ظريف واوريكم النتيجة النهائية للعمل، ومن جوه طبعا مدهونة وكل حاجة. ممكن نعملها كده، نضيف لها اي ورد، ممكن نضيف لها فروع طويلة من البامبو او من العيدان القمح، ممكن ورد صناعي، ممكن ورد طبيعي، لان هي بلاستيك فممكن نضيف لها من جوه مية تبقى مزهرية حلوة قوي بالشكل ده. وممكن كمان من غير زرع خالص بالشكل ده. فأتمنى يا رب تعجبكم فكرة النهاردة والفازة النهاردة، تفاصيلها تكون بسيطة عليكم وسهلة، وجربوها في أي حاجة. أتمنى يا رب الفكرة تعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.